السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبتدي نتكلم على البريفرال نيرفس سيستم أو الجهاز العصبي الطرفي، والجهاز العصبي الطرفي ده بيشمل جميع الأعصاب اللي هي بتخرج من السنترال نيرفس سيستم أو الجهاز العصبي المركزي، ودي تشمل عندنا 12 بيرز أوف كرينيال نيرفز و31 بيرز أوف سباينال نيرفز. بالإضافة طبعا هنا طبعا كان divided into somatic و autonomic. طبعا ال autonomic according لي لأن هو بيبقى combining ال other nerves ويبقى ليه distribution مختلفة، هنشوفها بالتفصيل بعد شوية. دي طبعا بتبقى عبارة عن نقل الرسائل من الجهاز العصبي المركزي إلى الأماكن أو التارجت أو الإفكتور أورجنز اللي هي هتتأثر بالأوردرز اللي جاية لها، سواء كانت أوتونوميك أو جاية موتور، يعني سواء كانت فولونتري أو انفولونتري. وده اللي بيخلينا نقول بقى إن إحنا بنتكون من الكرينيال نيرفز، وإحنا قلنا 12 بيرز أوف كرينيال نيرفز. بنشوف عندنا هنا بالنسبة للجزء ده هنشوف الأعصاب بتاعتنا جاية على طول نتكلم فيها مباشرة. سباينال نيرفز احنا قلنا 31 نيرفز، 31 نيرفز دول originating برضو according للديستريبيوشن اللي احنا شفناه مع ال واحنا بنتكلم على السباينال كورد. نفكر نفسنا بيه سريعا اللي هو السوماتيك نيرفز اللي هي تخرج عندنا من السباينال كورد، عندنا هول 8 من السيرفايكال و12 من الثوراسيك و5 من اللمبر و5 سيكرم او 5 سيكرال نيرفز يعني و1 كوكسيجيال نيرف. دول الاعصاب اللي هي بتخرج ايه السوماتيك، ودي بتنقل الفولانتري contraction او voluntary movement او activity. الاوتونوميك نيرفس سيستم وده هنشوف الديستريبيوشن بتاعته ازاي، ده بيعمل ريجوليشن وكنترول للانفولنتري اكتيفيتيز. في الغالب عندنا احنا الاعصاب بتبقى عندنا سنسوري نيرفز وهي تمثل الافرنت نيرف، والموتور نيرفز تمثل الافرنت. واحنا كنا خدنا فكره قبل كده عن كلمه افرنت وافرنت، قلنا الافرنت اللي هي بتنقل اي اشاره عصبيه جايه من الريسبتورز الى السنتر او الى السنتر نيرفس سيستم، وبعدين ترجع الاوردر بتاعنا من السنتر نيرفس سيستم بعد الانتجريشن وتكوين الاوردر الخاص اكوردنج للاستيمولاي اللي حصلت او الاثاره اللي حصلت، يبتدي يرجع الاشاره عن طريق الافرنت نيرفز. ال 12 نيرفز اللي هم الكرينيال نيرفز عندنا بالتفصيل كده، اللي هو اول واحد الاولفاكتوري مسؤول عن السميل، الاوبتيك نيرف عن الفيجن، الاوكلوموتر مسؤول عن اللوكينج اراوند، التروكيلر نيرف مسؤول عن الحركه اللي هي الاوبليك، الترايجيمينال نيرف فيلينج التاتش في الفيس في الوجه، الابديوسنس نيرف وهو مسؤول عن الموفمنت لاترال اوف ذا اي، الفيشيال نيرف هو مسؤول عن السمايل والوينكينج وسام تايمز هيلب ان تيست، الفيستيبل وكوكلر وهو مسؤول عن البالانس التوازن والاكليبريم والاكليبريم والهيرينج، الجلوسو فرانجيال مسؤول عن السوالوينج والجاجينج او بيسموها الجاج ريفلكس، هو لما نحط صباعنا كده في اخر ال تونج ممكن بنعمل تاتش ليه وبنعمل اللي هي الجاج ريفلكس، دي طريقه الاكزامينشن بتاعته. الفيجاس نيرف مسؤول عن السوالوينج البلع والتوكينج بعض الكلام او الكلام، ومسؤول عن الباراسمبثيتك اكشن في الدايجيشن، وطبعا برضو على الميكتوريشن وكده، هنشوف برضو تفصيليا ازاي الفيجاس نيرف بيشتغل في الموضوع ده في الاوتونوميك. سباينال اكسسوري ده مسؤول عن الشراجينج او الشراجينج اوف ذا شولدر، ودي اللي هي لما نيجي نرفع كتفنا لفوق بالعضلات بتاعتها. والهايبوجلوسال ده تانج مور ديفايد انتو ديفرنت ريجنز از ماسلز، طبعا دي جزء طبعا ايه ساعات بنختصره بقى عشان نذكر نفسنا بالحروف ونفتكر على طول الاسماء بالكلمه اللي قدامنا هنا اللي هي او 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 تو تاتش اند فيل فيري جود فيجيتابلز ات هوم.
او بنقول vegetables especially at home، لان عشان النيرف في الاخر اللي هو spinal accessory مقسوم الى حاجتين. لما بنيجي نتكلم بقى على البريفرال نيرفس سيستم فانكشنالي بيبقى مخصص بهذا الشكل او متقسم بالشكل اللي قدامنا ده، بنلاقي عندنا الجزء اللي هو خاص بيه اللي هو السوماتيك والاوتونوميك. سوماتيك واوتونوميك. السوماتيك واوتونوميك نيرف نيرفس سيستم بيبقى زي الصورة ما هي جاية قدامنا كده، بتبقى الكلام بتاعها ان احنا النيرف بيخرج عندنا من الانتيريور هورن سيلز، وبيخرج النيرف مايلينيتد يعني مغطى بالطبقة اللي احنا شايفينها دي اللي هي متقطعة هنا، اسمها مايلين شيس او تشوان سيلز، ودي بتعمل على زيادة سرعة انتقال الإشارة العصبية. لو بصينا على الاوتونوميك، لا الاوتونوميك بيطلع من اللاترال زي ما الماوس بيشاور كده، وبعدين بيخرج الى بري جانجليونيك مايلينيتد، بيبقى برضه مغطى بالشوان سيلز، بيبقى اشاره سريعه، وبعدين في توقف عند الاوتونوميك او الاوتونوميك جانجليون، ودي هنا بتبتدي بعد كده بعديها البوست جانجليونيك، يعني ده بري جانجليونيك ما قبل الجانجليون، بوست جانجليونيك ما بعد الجانجليون. هنا يفرز ماده كيميائيه الاستالكولين، وهنا يفرز استايلكولين والنور ادرينالين. تمام، ده بالنسبه للشكل اللي احنا بنشوفه قدامنا بالنسبه للايه الجزء اللي هو الاوتونوميك والسوماتيك. نتفرج تفصيليا اكتر على المقارنه. الاثنين من البرين، خروجه من البرين، لو ده الجزء اللي هو السنترال نيرفس سيستم اللي قدامنا كده، ده اللي مرسوم، وبعدين بتلاقي فيه نيوكلياي بيخرجوا منها، يطلع الاوردر هنا من السنترال البري سنترال جايروس اللي هو مسؤول عن الاوردرز اللي هي الموتور، بيخرج الى العضلات سواء كانت في العصبه الطرفيه في العلويه او الطرفيه السفليه. ده احنا زي ما بنشوف كده العصب بيخرج من السباينال كورد ماشي دايركتلي لغايه المصل، خارج هنا برضو دايركتلي لغايه المصل، طبعا هنا من الموتور برين نوكلياي من النوكلياي ستيم كله بيطلع مباشرة للعضلة في اتجاه واحد سواء طالما كان موتور. أما بالنسبة للأوتونوميك في الصورة اللي على اليمين، هنلاقي إن الأوتونوميك نيرفس سيستم بيبقى فيه جانجليون بيقف فيها بيخرج منها من جزء اللي هو الفيسرال في الهايبوثالاموس، وبيبقى فيه بري جانجليونيك وبعدين البوست جانجليونيك بعد الجانجليون بعد الأوتونوميك جانجليا، يروح برضه للسموث ماسل ويروح للافكتور او الفيسرال افكتورز اللي هي هتتاثر بيها. طب لو جينا نقارن كتابه نلخص الموضوع ده، عندنا الفانكشن هنلاقي كنترول فولانتري، هنا كنترول انفولانتري، فيسرال اللي هي بتشمل سموس وكاردياك ماسل نوعين من العضلات، هنا بيبقى نوع واحد من العضلات اللي هي السكليتال ماسلز، عشان كده بيقول نوع واحد من العضلات يخرج من الاريا تقريبا تعتبر كانها اول نمره واحد يعني في الخروج هنا من اللاترال هورن سيلز من الجانبيه زي ما شفنا في الصوره اللي فوق على طول مباشره. الديفيجنز بيبقى نوع واحد، هنا نوعين سمباثيك وباراسمباثيك، هنا بيدي اوردر اكسيتاتوري فقط يعني يعمل كونتراكشن فقط، مفيش حاجه اسمها كونتراكشن وريلاكسيشن بالنسبه للسوماتيك، لكن في الاوتونوميك بيبقى فيه اكسيتيشن وانهبيشن يعني زياده وقله انقباض وانبساط الحاجه وعكسها، يبقى هنا في اثنين هنا في واحد. سبلاينج اونلي سكليتال ماسل بناكد عليها، هنا سبلاينج الايه الماسل او الكارديك ماسل والجلاندز. الكاركتر بتاعتنا هنا بتبقى فولانتري، هنا انفولانتري، هنا اوبريشن وانيشيشن، يعني بيبدا الاوردر موجود من هنا من عند السوماتيك بيبتدي الحركه، لكن يعمل ريجيوليشن وموديوليشن، يعني القلب زي ما احنا مثلا عارفين بيضرب من واحد عمره 3 شهور في بطن مامته، ولكن يجي السمباثيك والباراسمباثيك يعملوا ريجيليشن ويعملوا موديوليشن يغير، لكن الحركه بتتم خارجا ان هي عن طريق الايه الاوردر اللي بيطلع من السوماتيك، يعمل كونتراكشن ان انا ببعد ايدي عن حاجه فبعمل اوبريشن، او ان انا اتحرك بتحرك خطوه 2 3 بركب عجله بعمل اوبريشن معينه من الاوردرز المتواليه، او ان انا ببدا حركه لكن التاني اوريدي بيبقى الحركه ماشيه
متحرك وبيبتدي عمليه تنظيم بالسموث ماسل. هنا الماده العصبيه اللي بتنقل الاشاره العصبيه هنا الاستايل كولين، هنا استايل كولين والنور ادرينالين. شكل العصب زي ما احنا شايفينه برضو بنأكد عليه تاني ان هو عندي الايه جزء اللي هو السوماتيك والاوتونوميك. هنا بيبقى النيرف 1 جو 1 تايب، مفيش فيه اي تفريعات او حاجه اسمها بري او بوست جانجليونيك. هنا في بري جانجليونيك وبوست جانجليونيك. لما نيجي نبص على السمباثيك نيرف سيستم الاوت فلو بتاعه بنلاقيه بيخرج من كل الثوراسيك بالاضافه لثلاثه من اللمبر، عشان كده بنسميه ثوراكو لمبر. هنا المخرج بتاعه من السباينال كورد من اللاترال هورن سيلز بيبقى في دي البري جانجليونيك، وبعدين بيعمل جانجليون ومجموعه من الجانجليونز تحت بعضيهم بيعملوا تشين، بيعملوا زي حلقات متواصله. الحلقات المتواصله دي بتعمل بس انها بارا فيرتبرال تشين، يعني الموازيه ل او خارج موازيه للحبل الشوكي. وبعدين من مجموعه من الجانجليون او الجانجليون بيطلع مجموعه من الاعصاب لديفرنت اورجانز، وده اللي بيخليه يديني الصفه بتاعت ان هو يبقى جنراليزد او جنراليزد ديستريبيوشن، ان هو بيدي مور ذان وان اورجان فروم ذا سيم جانجليون، وبالتالي هنا الاكشن بتاعه بيبقى متفرع. احنا عندنا هنا دي الفرع الاولاني اللي هو السيرفايكل، وده اللي هي الكارديوبالمونري، وهنا الجريتر سبلانكينج نيرف، وهنا الليسر سبلانكينج نيرف، وده بيدي البلفيك اورجانز. الجريتر بيدي كل الاحشاء بتاعه الجي اي تي من اول الليفر والستومك والبنكرياس السمول انتستين لارج انتستين، لكن البلفيك اورجانز اللي هي زي الاوفريز البينس السكروتم اليورينري بلادر كل دول بيتوصلوا مع الليسر سبلانكينج نيرف، ودول متوضحين قدامنا هنا. يبقى الديستريبيوشن بتاعتنا او الاوريجن بتاعنا الثراك ولمبر اوت فلو من الفيرث الثراسك لغايه الثيرد لمبر سيجمنت. الجزء التفريع الاولانيه اسمها سيرفايكال سمباثيك كارديوبالمونري ديفيجن جريت سبلانكينج نيرف ليسر سبلانكينج نيرف. هنا بالنسبه لنا طالع من تي 1 الى تي 2، وده هنا ابر ثراسك وبوست جانجليونيك نيورون باس تو ذا هيد نيك تو سبلاي الاي والسليفري جلاند والسكين بتاعت الفيس. هنا بيبقى الكارديوبالمونري اوريجينيت فروم ابر ثراسك تي 2 تي 3 تي 4 والبوست جانجليونيك بتاعتنا نيورون باس تو ذا هارت اند لانج. هنا الجريت سبلانكينج نيرف، شوف ثراسك سبلانكينج نيرف بقى عندي بري جانجليونيك تو تي 5 الى تي 12 وباص لكل الاورجنز اللي شايفينها دي، فعشان كده بقى زي ما احنا اتفقنا بيبقى جنراليزد. اما الليسر سبلانكينج نيرف برضه بنلاقي هنا او اللمبر سبلانكينج originate from L1, L2, L3 ويسبلاي برضه البلفيك اورجنز كلهم ريكتام يورينري بلادر السكس اورجنز كلها، وبالتالي زي ما احنا اتفقنا بيكون جنراليز لما تشوف الكومباريزون بينه وبين الباراسمباثيك. الباراسمباثيك لو بصينا للصوره هنلاقي مفيش تجميعه، مفيش مش قريبه خالص من السباينال كورد، بيبقى الجانجليون اللي موجوده بعيده من السباينال كورد، وهتلاقي الاتصال ادي الخارج المخرج بتاعنا ماشي لغايه ما بوصل لغايه الايه السمول انتستين لغايه ما بوصل للبلفيك اورجنز. وفي الحاله دي هنا بنبتدي نعمل ادي الجانجليون، وبعدين ابتدي اوزع يبقى هنا لوكالايزد او مخصص ل 2 اور 1 اورجن نوت مور ذان ذات، ليس مثل البارا سمباثيك. هنا بيخرج مع الاعصاب اللي هو رقم 3 رقم 7 رقم 9 رقم 10، والمنظر ده لما بنشوفه قدامنا 10 9 7 3 لو بنشيل الصفر ده كده نخفيه هيبقى كانها 1973 اللي هي حرب اكتوبر عشان نفتكرها بيها. هنا الاوكيلوموتور نيرف، وعرفنا من فوق الاسامي اللي هو انرفيتنج الكونستريكتور بيبل والسيلاري ماسل، يبقى هنا بيساعد على الاكو يعني بيبقى في تغيير بالنسبه للبيوبل اوبننج وسيلاري ماسلز اللي هي بتبقى مسؤوله عن الاكوموديشن او التكيف بتاع العين للصوره البعيده او القريبه. هنا برضو الفيشال نيرف مسؤول عن السليفري جلاند وبيوصل للسليفري جلاند، بيزود الووتر سكريشن بتاعت السليفري جلاند، وهنا برضو بيزود السكريشن ممكن من اللاكريمال جلاندز. الجلوسوفرانجيال نيرف
هنا عندنا بتسبلاي الباروتيد ساليفري جلاند، ودي برضو بتزود الووتري سكريشن. الفيجاس نيرف كاريز باراسمباثيتك فايبرز تو اول ثوراسيك ابدومينال اورجانز، وده بيبتدي يمر عليهم، ده اللي هو عشان كده العصب الحائر. السيكرال او الجزء اللي هو البريجانجليونيك فايبرز بنسميه البلفيك نيرف، ويطلع من S2 S3 S4، وده ريلاي ان باراسمباثيتك جانجليا. والبوست جانجليوني بيروح للسيجمويد كولون والريكتم واليورينري بلاتر. لما بنيجي نشوف التاثير او المقارنه بين الاثنين وبعضهم، هنشوف السمباثيتك والباراسمباثيتك من الاماكن المختلفه اللي بيطلعوا منهم. هنلاقي هنا الفانكشن بتاعتنا، هنا فايت فلايت ايمرجنسيز، هنا مسؤول عن الريست والسليب. الفانكشن الاوريجن من الثراك ولمبر، بالنسبه للباراسمباثيتك كرينيو سيكرال. البري جانجليونيك هنا بتبقى شورت، هنا بتبقى لونج. البوست جانجليونيك هنا بتبقى لونج، هنا بتبقى شورت، يعني في السمباثيك شورت لونج، في الباراسمباثيك لونج شورت، بري وبوست جانجليونيك. الجانجليا نفسها بتبقى هنا قريبه من السباينال كورد في وعامله السمباثيك تشين اللي هو البارا فيرتبرال تشين، هنا بتبقى نير تو ذا اورجان، يعني اقرب للعضو اللي هي رايحه له، وقلنا ده بيدي الصفه بتاعتنا بتاعت اللوكالايزد. هنا بيبقى جنراليزد وايدلي ديستريبيوتد، وبالتالي البري جانجليونيك ماي جيف هاف بوست جانجليونيك اللي هي تبقى مديه لاكثر من اورجان. النيورو ترانسميترز عند الجانجليا بيبقى ستايل كولين، عند الاورجان بيبقى نور ادرينالين، اكسبت في حاله الايه السويت جلاندز وسموث ماسل اوف بلاد فيسلز. اما في الباراسمباثيك الاثنين سواء كانت عند الجانجليون او عند الاورجان بتبقى ستايل كولين. اما في هنشوف كده ملحوظه بقى عشان تجمع كده الحاجات اللي قدامنا، نلاقي ايه السمباثيك اند باراسمباثيك بري جانجليونيك فايبر بيفرز نفس النيورو ترانسميترز فين؟ عند الايه؟ البري جانجليونيك فايبر. لكن الباراسمباثيك فايبر ستايل كولين عند الايه؟ البوست جانجليونيك، والموست اوف ذا سمباثيك بوست جانجليونيك بتبقى برضه نور ابنفرين، لكن عندنا اكسبشن واحد بس. الاكسبشن ده موجود فين؟ ان هو الستايل كولين يفرز عند الايه؟ سموث ماسل of blood vessels وعند الايه السويت جلاندز. يبقى هنا دول الحاجتين الوحيدين اللي هم بيحصل فيهم الايه الاستثناء. اما بالنسبه للاوتونوميك جانجليا فدي احنا هنشوف برضو المنظر بتاعها، الصوره توضح الكلام اللي موجود كله فوق، ان هنا دي الايه البري جانجلونيك طويله والبوست جانجلونيك قصيره، هنا ستايل كولين. بالنسبه للسمباثيك نوعين، هنا البري جانجلونيك قد بعض قصيرين، هنا طوال بوست جانجليونيك، لكن الاستايل كولين هنا بيفرز عند الجانجليا وهنا بيفرز الاستايل كولين عند الجانجليا، يبقى زيه زي الباراسمباثيك، لكن بنختلف لما يكون انرفيتنج اورجنز النور ادرينالين او النور ابنفرين، لكن في الاستايل كولين اللي وصل للسويت جلاندز والسموث ماسل اوف بلاد فيسلز في السكليتال ماسل بتبقى عن طريق الايه استايل كولين. نيجي نبص على الفانكشن، بالله في حاجه اسمها ديوال انرفيشن اللي هي يعني التوصيل مزدوج، بيروح مثلا الهارت او حاجه بيروح له توصيل من الجزء من السمباثيك والبارا سمباثيك. البيوبل مثلا بتاخد من البارا سمباثيك والسمباثيك والاثنين اكسيتاتوري. الاثنين اكسيتاتوري يعني يعملوا ايه؟ يخلي الاثنين بيشتغلوا، ولكن بيشتغلوا على تو ماسلز ايه انتاجونست ضد بعض، واحده بتعمل دايليتيشن اللي هي السمباثيك، واحده بتعمل كونستريكشن اللي هي الباراسمباثيك او ميدريازيس ومايوزيس. الريسبروكال اكتيفيتي ان هو تو ديفيجنز برضو بيعملوا حاجات مضاده للاكشن، زي ما احنا اتفقنا ان هو ده برضو صفه من الصفات بتاعه السمباثيك والباراسمباثيك، ان هم بيعملوا تاثير مختلف، نيورو ترانسميترز حتى مختلفه في مناطق اللي مثلا زي الهارت كده، ده يفرز استايل كولين وده بيفرز نور ادرينالين، ده بيعمل زياده في ضربات القلب، ده بيعمل يقلل ضربات القلب، بيزود قوه الانقباض، ده بيقلل قوه الانقباض. وطبعا بيحصل هنا عمليه تناغم بين الاثنين وبين بعضهم برضو، في الاثنين بيوصلوا لمثلا السليفري جلاندز والاثنين بيعملوا اكشن ايه مختلف
وممكن يعملوا اكشن متساوي. هنا بقى في زي السليفري جلاند بيعملوا اكشن متساوي، بيزودوا السكريشن، ولكن السمباثيك بيزود اكتر الفيسيت سكريشن او الميوكويد سكريشن، والباراسمباثيك بيزود الووتري سكريشن. وده هنشوفه في جدول المقارنه اللي قدامنا مكتوب تفصيليا، ولكن هي النقطه يعني هنا مثلا زي برونكو دايليتيشن، هنا برونكو كونستريكشنز اكتر طبعا في الانيمالز، تبقى اوضح اكتر في الانيمالز. ده حاجه من الحاجات اللي هي برضو بنحب ان احنا نكون عارفينها كويس، ده بيبقى اكتر في الانيمالز. هنا مثلا بالنسبه للجي اي تي ده بيزود السكريشن، هنا بالنسبه للجزء اللي هو الباراسمباثيك، وعشان كده بنسميه ايه، سكريتو موتور، يعني بيزود الحركه ويزود الايه، ويزود الـ يزود السكريشن، الاثنين مع بعض في نفس الايه الاوردر اللي بيجي منها من البارا سمباثيك بنسميه سكريتو موتور. طيب بالنسبه للجزء اللي هو بتاع السمباثيك، بنلاقي ان السمباثيك بيعمل ايه، بيقلل السكريشن ويقلل الموتيليتي سواء كان في الاستومك او في الجي اي تي كلها. ونيجي كمان على الريكتم، وعلى هنا على الريكتم وعلى اليورينري بلادر، الاثنين دول هنا نلاقي الريكتم واليورينري بلادر ايه اللي بيحصل، ريلاكسيشن اوف ذا وول، ريلاكسيشن اوف ذا وول هنا بيعمل كونتراكشن اوف انترنال سفنكتر، كونتراكشن اوف انترنال سفنكتر، وبالتالي هنا بيعمل ديلي ميكتريشن، ديلي ايفاكويشن عامه، او التفريغ بتاع الايه الجزء اللي هو بتاع ايفاكويشن اوف ذا كولون، وبالتالي يقلل عمليه الديفيكيشن ويقلل عمليه الميكتريشن. لكن في الباراسمباثيك بيحفز الموضوع بتاع الميكتوريشن والديفيكيشن عن طريق انه يزود الكونتراكشن وول اوف ذا كولون، وول اوف ذا يورينال بلادر. وده بيحصل زي ما احنا اتفقنا او اتكلمنا احنا بنشرح المحاضره فيزيكال، ان مش معقول واحد هيكون بيتخانق مثلا، وده اثناء الايه السمباثيك ستيميليشن، يكون بيتخانق وبعدين يبتدي يحصل عنده انه يقول مثلا اللي بيتخانق معاه استنى شويه انا اروح الحمام واجي، وان ده طبعا عمره حاجه عمرها ما تكون حاجه منطقيه. السكس اورجانز برضو بيحصل هنا عندنا الاريكشن، عمليه الانتصاب عند الرجل تحصل، ويحصل فازو دايليتيشن وهو اثناء الاستيميليشن بتاعه البارا سمباثيك. وساعه ما يحصل استيميليشن للسمباثيك يحصل ايه الستيب الثانيه اللي هي الايجاكيليشن، اللي هو عمليه القذف للحيوانات المنويه من الايه من الاعضاء الايه الذكريه في حالات الايه السمباثيك ستيميليشن. حاجه بقى احب اكد عليها برضو هي بالنسبه مثلا زي اللي هو الاي، ان قلنا بيحصل بيبيلري دايليتيشن اكزوثالاموس اليفيشن اوف ذا ابر ليد، وده اللي احنا بنشوفه في حاله الخوف لما حد بيخاف ويحصل له موقف في مرعب مثلا ولا حاجه، هتلاقي على طول عينيه بتبرق. عينيه بتبرق دي يعني ان هو حصل له اكزوفسالاموس، اكزوفسالاموس. عشان يحصل اكزوفسالاموس ده هيحصل اليفيشن، يعني ارتفاع للابر ليد اللي هو الجفن بتاع العين اللي فوق، عشان الواحد يبرق على اخره، ممكن الواحد يفتكر ويجرب الحاجه زي كده. او بالنسبه للبيبلري كونستريكشن او الميوزيس، قلنا دي بتحصل لان انا مش محتاج ان يكون عندي ايه ان يكون فتح عينيا وعينيا مفتوحه والبيوبل مفتوح وانا نايم، ما مش محتاجهم في حاجه، وبالتالي ساعه ما بنام. عشان كده بنقول الباراسمباثيك مسؤول على الايه النوم. ده هنا اجمالا وتفصيلا، ولو حد عنده اي استفسار بالنسبه للحاجات اللي قدامنا، ولكن كل الكلام موجود في المقارنات بينهم من بعض. وبعد كده حتى لو نتفرج على الصور هنلاقي الصور فيها التأثيرات وفيها التغيرات اللي هي بتحصل، وأنا حاولت إن أنا سلكت حاجة من الحاجات اللي هي الموجودة عندنا عشان نتكلم فيها على طول. مثلا زي هنا عندنا الجزء اللي هو بتاع الليفر، اللي هي في ستيميليشن جلوكوز برودكشن وريليز، اللي هو إيه في حالة إن هو طبعا إحنا قلنا أثناء السمباثيك الواحد ما بي الجي تي موتيليتي بتبقى قليلة، ولكن أنا عايز مثلا خلال إن أنا بلعب رياضة فأنا في ستريس،
بجري فانا في ستريس، بتخانق فانا في ستريس، محتاج شويه جلوكوز يطلع عشان يدوني طاقه. الجلوكوز ده هيجي منين؟ يجي من الليفر، عمليه جلوكونيوجينيسيس، عمليه تصنيع للجلوكوز. طيب انا محتاج ادرينالين ونور ادرينالين، يقولوا منين؟ من السوبرا رينال جلاند، يبقى دي كمان بتفرز بزياده بكميه اكبر على اساس ان يشغل السمباثيك نيرفس سيستم. طب على المقابل ان انا مثلا الليفر اللي بيستيميليت البايل سكريشن او البايل ريليز اللي هو العصاره الصفراء تفرز عشان تتم عمليه الهضم للايه الجي اي تي موتيليتي اللي حصلت والاكل اللي انا اكلته. لكن بالنسبه للهارت وبالنسبه لي اللنج انا بقلل الاكتيفيتي بتاعتهم اثناء الايه الباراسمباثيك ستيميليشن. لكن بالنسبه مثلا للسلايفيشن هنا في انهيبيشن للسلايفيشن في السمباثيك، في هنا ستيميليشن للسلايفيشن والفلو اوف ووتري سكريشن هي اللي بتزيد اكتر اثناء الريست اثناء الباراسمباثيك ستيميليشن. لكن بالنسبه اثناء السمباثيك بيزيد الميوكويد وبالتالي بيحصل عندنا جفاف في الفم ويبقى الواحد ريقه ناشف، وزي ما احنا بنقول كده دايما لسانه لازق في حلقه، يعني ده احنا بنقول مجازا كده كلمه شبه كده. ونراجع مع بعضنا نبص عليها الصوره، نراجع بيها النيرفس سيستم الايه الاورجنايزيشن بتاعته او الديفرنشيشن بتاعته لبريفرال وسنترال، والسنترال بيبقى برين وسباينال كورد، والبريفرال بيبقى سوماتيك واوتونوميك نيرفس سيستم فولانتري وانفولانتري، بعدين السمباثيك مسؤول عن الاستريس والاراوزنج، والباراسمباثيك مسؤول عن الكالمنج والريست. ودول كده يبقى احنا وصلنا لاخر الايه المحاضره بتاعه البريفرال نيرفس سيستم. شكرا جزيلا ونراكم ان شاء الله على خير.